واحد من أكثر أماكن خطورة وغموضاً على وجه الأرض هو مقبرة عشرات السفن الغارقة، عشرات الطائرات وآلاف القتلى. كيتسمى باسم مثلث برمودا، كتبلغ المساحة ديالو 1.3 مليون كيلومتر مربع من فلوريدا إلى بورتوريكو إلى برمودا. منذ القرن 19 تم الإبلاغ على أكثر من 1000 حالة اختفاء في منطقة مثلث برمودا، اختفاءات غامضة بدون أي تفسير علمي مقنع، بدءا من طائرات الأدغال الصغيرة هاد النوع اللي كيحمل جوج ديال الراكبين فقط، إلى السفن العملاقة اللي الطول ديالها 150 متر واللي كيسافر على المتن ديالها أكثر من 300 شخص. الإحصائيات المرعبة كتقول أكثر من 300 سفينة اختفت دون أن تترك أثرا وراءها، أكثر من 75 طائرة اختفت ببساطة بدون ما تخلي أثر وراءها، وأكثر من 1000 ضحية غرقت بدون ما تخلي أثر وراءها. وبهذا خرجت بزاف ديال الأساطير، بزاف ديال النظريات، بزاف ديال الخرافات، بزاف ديال القصص اللي لا أساس لها من الصحة حول هذه المنطقة هذه. وبمرور السنوات كل عام تيقول لك واخيرا لقوا الحل للمثلث برمودا، فاش كتجي تقرا كتلقى انه لا يتعدى مجرد تكهنات مكرره، لكن احنا مازال غير متاكدين ما هو هذا المكان بالضبط وعلاش هو مخيف لهذه الدرجه. البعض يقول ملعون، البعض سماه انه موطن الشيطان، والبعض كيقول انه مكان خارق للطبيعه، والبعض كيامن بانه عنده علاقه بالإليونز او المخلوقات الفضائيه، والبعض الاخر كيقول انه بوابه لعالم اخر. مهما يقال لحد الان باش تلقى التفسير العلمي ما كاينش على جميع المآسي كتوقع داخل هذا المثلث وماشي الخارج ديالو. رغم أنه في القرن 19 وبالضبط سنة 1872 العالم صادر في لوس تطلق عليه سفينة الأشباح، لم يحل إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من هذا الشيء كان مازال العالم لم يكتشف مثلث برمودا. وقتاش العالم غيبدا يفكر جديا في الاختفاءات ديال مثلث برمودا؟ غيبدا يفكر جديا في الوقت اللي وقعت الحادثة الشهيرة الغامضة الأخرى، الرحلة رقم 19. هنا عاد غينتبه العالم بأنه كاين مثلث كيجذب الحوايج إليه. نبداو بالقصة الأولى ديال سفينة الأشباح. لغز اختفاء سفينة الأشباح، وهذا المصطلح ديال سفينة الأشباح تطلق من بعد الاختفاء ديالها لأنه الاسم ديالها الحقيقي سفينة ماري سيليست، هي أكثر حالة اختفاء لسفينة عبر التاريخ شهرة لأنه لم يحل بعد اللغز ديالها لحد يومنا هذا. منذ اختفائها في 1872 إلى يومنا هذا اللي كتشوف في هذا الفيديو، يعني أكثر من قرن ونصف، 151 سنة بدون حل يذكر. 7 نوفمبر 1872 كتبدا الرحله ديال ماري سيليست بدون ما يعرف الطاقم ديالها انها اخر رحله لهم. ما قلتش اخر رحله للسفينه، اخر رحله لهم، لانه العجب العجاب في هذه القصه ان ماري سيليست بقات سليمه بدون خدشه واحده. السفينه في ذاك النهار كان فيها القبطان ديالها بنجامين بريكس والزوجه ديالو والابنه ديالهم للعمر ديالها 2 وطاقم مكون من 7 افراد. الرحله غتخرج منها السفينه من نيويورك باتجاه جنوى الايطالية، وحمل ب 1700 برميل من الكحول الخام. بعد ايام فقط من انطلاق الرحله ومن اخر دخول مسجل للسفينه اللي كان في نفس السنه في 25 نوفمبر، كانت واحد السفينه بريطانيه اللي سميتها ديكراتيا كانت كتبحر في المحيط الاطلسي، حتى كتب لها ماري سيليست تبحر بشراع جزئي. وكيبان انها طبيعيه وسليمه، ما كاين حتى شي حاجه فيها باستثناء حاجه واحده، ما كاين حتى شي كائن حي فوق السفينه ديال ماري سيليست. والملفت للامر ان قارب النجاه ما كاينش، ملي مشاو باش يتحققوا من السفينه هنا الامر غيكون اغرب جدا، كل حاجه في بلاصتها. يعني على افتراض اننا نقولوا ان القراصنه هجموا عليهم، فراه حتى شي حاجه ما تسرقات، لا الاغراض ديال الزوجه لا ديال الزوج، لا البراميل ديال الكحول الخام اللي هي بايضه التمام، كل حاجه في بلاصتها، بل حتى الطعام اللي كانوا غاديين به اللي غيكفاهم 6 اشهر. اذا هنا تم استبعاد انها تكون محاوله سرقه مادام كل حاجه في بلاصتها، حتى الاشياء الثمينه اللي غتجيب الفلوس. ايضا غيتم الاستبعاد انه يكون زلزال تحت سطح البحر او هجوم شي مخلوق بحري او كارثه طبيعيه، لانه كل حاجه كانت مرتبه، ما يمكنش يكون زلزال او هجوم حبار عملاق او كارثه طبيعيه وما غاديش يتشتت هادشي في الارض او لا تكون الفوضى هنايا. حتى من الاشياء الصغيره باقا في بلاصتها، والسفينه براسها ما فيها حتى شي خدشه، وحتى النهار اللي لقاو فيه السفينه هو يوم صافي بدون احوال جويه سيئه. السؤال الذي يطرح الجدل، اين طاقم ماري سيليست؟ وعلاش خلاو السفينه؟ ولا خلوها فين مشاو؟ وشنو السبب علاش خلوها؟ لانه لحد يومنا هذا اللي كنهضر معك فيه لم يتم العثور على اي جثه من طاقم ماري سيليست، والاغرب انه حتى قارب النجاة لم يتم العثور عليه منذ 151 سنه من الان. ولهذا
وبهذا تطلق على هذه الواقعة سفينة الأشباح، لأنه لا يوجد أي سبب كما كان دير اللي غيفسر لك كيفاش البشر غيختفي فجأة هكا بدون ما يخلي أثر وبدون ما تلقى الجثة ديالو، على الرغم بأنه لا يوجد إثبات أن السبب في هذه الرحلة كان مثلث برمودا. ولكن يعتقد بعض الباحثين أن هذا المكان الملعون عنده يد في اختفاء طاقم سفينة ميري سيليست، والتفسير لأنه السفينة بقى في بلاصتها. يقول بعض الباحثين أن كاين سبب علاش الطاقم ديال ميري سيليست خدا قارب النجاة باش يدير شي حاجة، فاللي وقع بمثلث برمودا وقع القارب النجاة ماشي في السفينة بحد ذاتها، وهذا تفسير علاش أن قارب النجاة حتى هو اختفى مع الجثث، ولكن لا يوجد شيء يؤكد هذا. وإلى أن نجد التفسير الذي غالبا ما عمرك تلقاه، لأن القضية بعيدة بزاف، غتبقى ميري سيليست لغز من بين عشرات الألغاز التي لم يجد لها إنسان تفسير. هذه الحادثة وقعت في 1872، إلى زدنا 9 سنين لقدام 1881، هنا طرات واحد الحاجة غريبة عاوتاني، اكتشاف إيلين أوستن الغريب. سنة 1881 كان المركب الشراعي الأمريكي إيلين أوستن كيبحر من نيويورك إلى لندن، ملي غيكتشفوا سفينة مجهولة في بحر السورغاسو اللي كيوقع على الحافة ديال مثلث برمودا. اكتشف الطاقم أنه هاد السفينة لا تتحرك، واقفة في بلاصة، لذلك القبطان ديال ألين وقف السفينة ديالو لأيام لأنه خاف أنه يكون فخ من القراصنة. من بعد أيام قرر القبطان ديال ألين أنهم يطلعوا لهذه السفينة بعد ما تأكدوا مزيان أنه ما كاينش فيها شي واحد. ملي طلعوا لها بان لهم أنه ما فيها حتى شي واحد وهي مزيانة وعجبتهم، فقالوا أوكي همزة جابها الله، بسم الله الله يخلف عليهم. موراها ساقوا السفينتين باش يديوها لنيويورك، وهنا دازوا على حافة المثلث برمودا. اللي وقع أنه السفينتين ما كانوش حتى بعضياتهم تجنبا لخطر الاصطدام، يعني كانت بيناتهم واحد المسافة. السفينة المجهولة اللي لقاو كانت أقرب للحافة ديال برمودا من السفينة ديال ألين، وهنا بدون سابق إنذار دازت واحد السحابة كثيفة اللي دارت واحد العاصفة مهولة في قلب مثلث برمودا. كنقول بدون سابق إنذار، يعني النهار كان صافي والشميشة طالعة، فجأة ولا البرق والرعد وعاصفة. هاد الشي هذا غيجذب السفينة المجهولة باش أنها تدخل لمثلث برمودا، ثم اختفت عن الأنظار. طاقم ديال إيلين وصل نيويورك وصافي عادي، سفينة جاية دتها العاصفة، ما كاين حتى حاجة غريبة في الموضوع يعني. ولكن الغريب هو اللي غادي يحصل، أنهم كيكتشفوا نفس السفينة بعد ما هدأت العاصفة في مكان بعيد على مثلث برمودا، واقفة بدون حطام بدون خدشة كما لقتها إيلين في الأول. هاد المرة اللي اكتشف السفينة هو كابتن بيكر اللي لقاها في نفس البلاصة، وملي مشى باش يتحقق منها هنا كانت صدمة. كما قلت لك السفينة بدون خدشة، والأغرب اللي كيصطي أن الناس اللي كانوا سايقينها مور إيلين اختفوا بدون أثر. وكما قلت لك لحد الآن ما كانتش حاجة معروفة باسم مثلث برمودا، كيقولوا السفن كتغرق وصافي، رغم أنه هاد القصة راه نعاود لك في 1918 ديال USS Cyclops. في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كاملة ما كانتش خسائر في الأرواح ديال شي سفينة أكبر من USS Cyclops. في مارس سنة 1918 كان المفترض لهذه السفينة أنها تقوم بتسليم 10800 طن من الخام ديال المنغنيز من البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولسوء الحظ أن المسار ديال السفينة كيقودها إلى الوحش المثلث. السفينة في ذاك النهار كان على المتن ديالها 309 الأشخاص اللي علمتهم الأخبار أنه يوم صافي وجميل، ما كاين حتى شي حاجة كتواجههم في الطريق كعقبة. هادشي كان بصح، ولكن ما وقع هو أنه هاد السفينة هادي اللي راكب فوق منها 309 الأشخاص اختفت ببساطة بدون أثر. والأغرب أن القبطان ديال هاد السفينة لم يرسل أي إشارة للاستغاثة، بل المعنى الحقيقي ديال اختفى ببساطة بعد تفتيش المنطقة بدقة لا يوجد أي أثر لأي مركبة أي سفينة أي جثة. كنقول لك المعنى الحرفي ديال اختفى ببساطة. يقدر واحد يسول ويقول لي وقلتي دابا منطقة ملعونة وهذا، وكيفاش كيبحثوا فيها؟ يعني هذيك فرق الإنقاذ اللي كتبحث علاش ما اختفتش. المنطقة ديال المثلث برمودا كيكون فيها النهار صافي والشمس طبيعية، فهاد اللحظة هادي تقدر تكون فيها تعوم فيها تغوص فيها تدوز من حداها، ما كاين حتى شي مشكل. المشكل فوقاش كيوقع؟ في واحد اللحظة هاد السما صافية وهاد الشمس اللي كاينة بصورة طبيعية، في ثانية واحدة هاد المنطقة كتجيها الحالة حتى كتولي الموجة عملاقة، البرق والرعد، عاصفة خطيرة، وهنا كيوقع الاختفاء والغموض. وهذا الشيء كيطرى في ثانية واحدة، يعني ما كتجيش شي سحابة اللي كتعلمك باش تهرب ولا شي حاجة. إلا صادف أنك كنتي كتعوم أو على قارب أو طائرة في هاد البلاصة هادي في يوم جميل والمثلث جاتو الحالة، ودع العالم لن تنجو أبدا. بنرجعو للموضوع، ملي مشات فرق الإنقاذ باش تقلب ما لقاو حتى شي أثر. سيمبل، USS اختفت ببساطة. هناك سفن أخرى عديدة اللي اختفت بحال USS Cyclops
في 1941 يو اس اس بريديوس ويو اس اس نيريوس دازوا بنفس المسار ديال يو اس اس سيكلابس، وقع لهم نفس المصير، اختفاء فجأة بدون نداء استغاثة. ولحد الآن في 1941 كما قلت لك قبل ما كاينش وجود لمثلث برمودا عند الناس، هي فقط سفن كتغرق ببساطة وبحالات اختفاء غامضة. ولكن هادشي ما غاديش يدوم، اخيرا غيعرفوا كاين مثلث. في 1945 في الحادثة الشهيرة ديال رحلة 19 التي لم يجد لها العالم تفسير لحد يومنا هذا، احد اغرب القصص عبر التاريخ. في 5 ديسمبر 1945 كانت مجموعة من 5 قذيفات القنابل في رحلة تدريبية كتطلق لهذه الرحلة، الاسم ديال الرحلة 19. الانطلاقة غتكون من القاعدة البحرية الامريكية في فلوريدا، والاتجاه هو دورة شرفية فوق البهاماس، ومن ثم غيرجعوا لفلوريدا. من انطلقت الرحلة كان كلشي بيس وتمام. الرحلة انطلقت وهما بحال السرب، يعني الطائرات حتى بعضياتهم، وهاد السرب هذا كان عنده واحد القائد ديالو وكانوا كيتواصلوا ما بيناتهم، وهاد التواصل ما بيناتهم كان كيتسمع من القاعدة لانه كاين واحد كيوجههم من القاعدة. في الاول كان كلشي طبيعي، كيهضروا في امور اعتيادية بيناتهم. فجأة القائد اللي تابعينه كيعيط على واحد فيهم وكيقول له البوصلة ديالي ما خدامش بشكل مفاجئ، ما عرفش علاش. واش ممكن ترشدني للطريق عن طريق البوصلة ديالك؟ طبيعة الحال قال ليه معلوم. فجاي طلع البوصله ديالو لقاها ما خدامش. انا القائد عيط لواحد سميتو باورز اللي هو معاهم في نفس الرحله، فرد عليه لا اعرف اين نحن، يمكن تلفنا على الطريق. انا القائد ديال السرب، غيتصل باللي كيوجههم في البرج الملاحه. سلام سلام، عفاك واش تقدر توجهنا؟ لان البوصلات ديالنا كتدور بشكل جنوني وبشكل غريب، حتى واحد فينا ما خدام عليه البوصله ديالو. والاشاره المحادثه ما بين القائد تشارلز والسيد اللي كان في برج الملاحه باقي تسجيل بالصوت الحقيقي ليومنا هذا في اليوتيوب، بين قوسين باش ما يقولش شي واحد واش كنتي كطير معاهم باش سمعتي هادشي. سو ملي قال لي عاوني على الطريق، هنا قال لي عافاك ممكن تشرح لي البلاصه اللي انت فيها باش نوريك فين تمشي. فاذا به كيسمع انه كيقول هذا غريب، كل شيء خاطئ. فهنا كيعاود يرد عليه القائد، واش ممكن تشرح لي فين نتوما؟ في واحد اللحظه كيسمع واحد من السرب كيقول القائد راه كلشي كيبان لي ابيض. فجاه اخر كلمه كيقولها القائد اللعنه، كل شيء خاطئ. وهنا انقطع الاتصال مع الرحله رقم 19، وكانت هذه اخر كلمات لنطق بها تشارلز. الوقود اللي كان على الطائرات الخمسة كان كيكفل ساعتين من الطيران فقط. ملي دازت ساعتين وما رجعوش الطائرات، صيفطوا لهم فرق انقاذ على متن طائرة ضخمة. ملي مشات الطائرة الضخمة حتى هي ما رجعتش بدون اثر. هنا الناس بدو كيفهموا انه كاين شي حاجة غريبة في البلاصة هذه، وهنا رسميا تسمات مثلث برمودا. من ماري سيليست حتى للرحلة رقم 19 لم يجد العالم تفسيرا لهذا الرحلات اللي عاود، ورحلات اخرى ما عاودتهاش، ورحلة في 1991 اللي فجأة الطائرة اختفت من الرادار بدون اي سبب علمي مقنع، حتى 2017 ديال الطائرة ديال جينيفر اللي مشات هي وياها بدون رجعة. والى ان ندير فيديو اخر على مثلث برمودا، كنتمنى انه ديك الساعة نكونوا فهمنا شي حاجة، لان هادشي كيضر في الراس بصراحه.